أنا بشعر إنه مرضي لمجد الله، يوم مرات كتير بكون أقرأ في الكلمة وبسمع وعظات وبتعزى فيها، صدقني أسيس بصير أقول يا رب شكراً إنه أنا المختارة، شكراً I am the chosen one، بقول له شكراً إنه هذا المرض قاعد بيقربني منك. ممكن الله يعني سمح في المرض لإلي عشان ينقي إيماني، عشان ممكن ما بعرف، بس أنا بحكي عشان يغير في أشياء، عشان أكون بركة لناس كتيرين. فأنا ما بعرف، نقبل إنه ونثق إنه الله صالح وبيعمل الكل لخيرنا، لأنه أفكاره أفكار سلام من جهتنا لا شر. فيعني حتى يمكن أنا شايفة إنه طب يا رب مرات يعني بيجيني هيك تفكير، طب يعني ممكن لو ما انقطعتش الإجر، ممكن أنا لو بقبل السرطان وقبلته، بس على القليل لو ضلت الإجر، لو ما سمحتش إنه الإجر تنقطع كان حياتي كتير أسهل، يعني بعيش الحياة بطريقة أفضل. بس هيك يا رب كله مرة واحدة، فبشعر إنه الله أنا ككاثرين شهوان في خطة منفردة لإلي، في من وراها هدف، وبآمن إنه فيش عشوائية في الحياة، وبآمنش في الصدف. مزبوط مزبوط صار في خطأ طبي بسببه وراحت إجري، هذا 100%، لكن ولا إشي هيك إيماني بحكي، ولا إشي بتم بدون معرفة الله وبدون سماح من الله، لأن الله كلية المعرفة وكلية القدرة يعني، فهو عارف إنه راح تروح الإجر وعارف إنه راح يصير معي هيك، لكن بحكمته اللي مرات بنفهمهاش، لأنه إحنا بشر وعندنا مخ محدود، إحنا بنفهمش كل شيء، ولا الله مطالب يفهمني ليش صار معي هيك، مش مطالب. يعني هو عنده حكمة أصلاً، حتى لو حاول إنه يفهمني أنا مش راح أفهم، لأنه أنا مخي على قدي ومخي محدود. فهو اللا محدود، هو الأزلي، هو الأبدي. فعشان هيك أنا واثقة في خطته لحياتي، وشو ما كانت خطته أكيد للخير. يمكن هلأ يعني زي البازل، الصورة القطع مش راكبة على بعض، يعني لحد هلا مش شايف الصورة الكاملة، بس أنا متأكدة إنه الرب شايف الصورة الكاملة، لأنه هو شايف المستقبل. وباسم يسوع شعاري في الحياة إنه كله للخير، أكيد. كله للخير. لو هلا حاليا الناس شايفين إنه مش خير اللي بيصير لي، الناس شايفين يا حرام شو هالشر اللي صار له، شو هالتجربة الصعبة، راحت إجرها وسرطان معبي جسمها، لا أنا حقيقي شايفه للخير.